في النهاية يا جماعة ده الشكل الفيتنج بعد ما انتهى تمام. كل منطقة تعرضت إلى عملية إيه اللحام أو القطع تمام، بنصفرها جيدا وبنعملها بالسلوك، وبعد كده بنعملها بالسبراي، بنرجع المناطق، بنرجع الجلفانة ليها تاني عشان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جديد. النهاردة هنتكلم عن إزاي نصمم فيتنج للكيبل تري داخل الموقع. طيب فيتنج ده زي ما هو شايفين في الصورة هو فيتنج صغير تمام، عاوزين نعمله هو تقريبا مقداره 10 سنتي صغير. طيب إحنا عاوزين نعمله في السايت، طب ليه إحنا ما جبناهوش من المصنع؟ وذلك لأن يعني أحيانا المصنع لما بيلاقي الكمية قليلة تمام، يا إما هيأخر الطلبية في التوريد ويوردها لك، يا اما مش هيعملها خالص وهيعتذر. فانت بالتالي لازم تشوف بدائل ان انت بتعملها بداخل السايت عن طريق الفن المختص. اول حاجه بتعملها ايه هي؟ ان انت بتعرف فرق الليبلين ما بين الكيبل تري الاول والثاني، وبتحدد المسافه ما بينهم. المسافه طلعت كام؟ 10 سنتي صغير. طيب احنا هنعمل دلوقتي هنفصلها، هنجيب شيت مستقيم زي ما العامل امامنا دلوقتي جاب شيت مستقيم وبدا يسقط المسافات اللي هو محتاجها تمام، نسبة الانحناء اللي هو محتاجه تمام على الشيت المستقيم اللي عنده تمام. بعد كده بيبدأ يقطعه بالصاروخ تمام زي ما احنا شايفين. طيب انا دلوقتي المفروض ان انا هقطعه بالصاروخ تمام مسافة اللي انا محتاجها بالظبط تمام. طبعا الحاجة دي يعني حاجات دقيقة، المفروض ان انا بحافظ بقدر الامكان اثناء التقطيع تمام على الكيبل تري عشان ما يتجرحش تمام، والجلفانة بتاعته تمام. بدأ يقطع نقطة البداية، دلوقتي بيقطع عند نقطة النهاية تمام من الجوانب، وبعد كده بياخد أرضية كيبل تري بخط مستقيم تمام. ولازم كل شغلنا خط مستقيم عشان ما يبقاش فيه أي انبعاجات بارزة في الكيبل في قطعة الكيبل تري. الحاجات دي أي ممكن يؤدي إلى إيه؟ الى اثناء عمل البولينج واير سحب الكابلات عليها ممكن يؤدي الى خدش الوايرز عليها. طيب احنا دلوقتي قطعنا نقطه البدايه ونقطه النهايه تمام. بدا بعد كده يديله شكل الانحناء اللي هو عاوزه تمام. خلينا نلاحظ في الصوره تمام، بدا يدي انحناء تمام اللي هو عاوزه. احنا قلنا مقدار الانحناء بتاع الصعود هو 10 سنتي تمام. طيب دلوقتي نبدا بقى ننتقل لان احنا عاوز يشوف لو في اي زيادات يبدا يقطعها ويرميها. فهو دلوقتي بياخد من الجنب الاول تمام، وفي مسافه عاوز يقطعها تقريبا 5 سنتي، عاوز يقطع المسافه دي زياده مش عاوزها تمام. فهيبدا يعلم بالقلم الرصاص تمام، واخد بالك بالقلم الماركر تمام، يمين وشمال الكيبل تري تمام الجوانب بتاعته عشان يقدر يرسم خط مستقيم على ارضيه الكيبل تري ويقطع بخط مستقيم. اهم حاجه ان انت لازم تقطع بخط مستقيم عشان ما يبقاش فيه اي انحناءات او اي ما يبقاش فيه اي زيادات جنب عن جنب تؤدي الى ايه يعني الحاجات دي الزيادات دي ممكن تقطع الكابلات اثناء السحب تمام. طيب احنا دلوقتي قطعها ورميها على الجنب الشمال زي ما هو واضح في الصوره تمام. بدا ياكد على نسبه الانحناء الخاص نسبه الانحناء الصعود الخاص بالتري، بدا يلحمه ويقومه بلحام تمام. هو دلوقتي بيلحم تمام كده، يعني هو بيحاول يظبط مكنه اللحام تمام. بدا يلحم زي ما احنا شايفين، حتى انتهينا الى الشكل ده، لحم المسار كاملا مسافة هو قطعها كامل تمام. طيب بعد ما انتهيت من اللحام تمام، ايه اهم حاجة بقى اهتم بيها دلوقتي؟ ان انا انعم منطقة اللحام. بنعمها بايه؟ بالصاروخ وبقطعة صنفرة بنعمها تمام، عشان لو في اي خشونة او اي حاجة
ما تأخرش على سحب السلك أسلاك. كل اللي احنا بنعمله ده من أجل إيه؟ الحفاظ على سحب السلك على الكيبوتري، الحفاظ على عزله على الانسيوليشن بتاعه. تمام، كان عندنا فيديو مسبق بحساب الانسيوليشن بتاع الكابل، تمام، والتأكد سلامته بعد سحب الكابلات. اللي مشافوش يتفرج عليه في أعلى الشاشة. طيب دلوقتي بدأ يصنفر، والصنفرة من الداخل والخارج، ده الشكل النهائي. في النهاية يا جماعة ده الشكل الفيتنج بعد ما انتهى. تمام، هو ادي الصنفرة، هو المفروض ان احنا بنصنفرها وننتهي بالصاروخ وبالصنفرة. تمام، اي حاجة بحيث ان احنا نداريها بالشكل دون. تمام، بحيث ان يبقى بالشكل دون انضف حاجة. تمام، وبعد كده من الداخل ومن الخارج، من الداخل ومن الخارج، تمام، ومن الاجناب الجوانب، كل منطقة تعرضت الى عملية ايه اللحام او القطع، تمام، بنصفرها جيدا وبنعملها بالصاروخ، وبعد كده بنعملها بالاسبري، بنرجع المناطق، بنرجع الجلفانة ليها تاني عشان ايه ان القطع دون خدش في طبقة الجلفانة اللي على الكيبل تري. تمام، وبعد كده لو في اي حاجة في المناطق التانية اللي تعرضت للشرز بتاع اللحام برضو بنعملها بالاسبري. وبكده يبقى يكون انتهينا من شكل. اضطريت ان انا اعمل كده، اضطريت ان انا اعمل الفيتنج ده في السايت عشان انا مش لاقي الارتفاع المناسب اللي هو ده. انا كنت عاوز اطلع ارتفاع 10 سنتي، تمام، من الليفل ده للليفل ده، فال 10 سنتي دول انا مش قادر الاقي فيتنج مناسب ليا متوفر في السوق للارتفاع دوت. ده اللي خلاني الجأ اليه ان انا اعمله في السايت. يا رب نكون وضحنا لكم كل شيء. شكرا جزيلا على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. المهندس أحمد نجاح.